السلام عليكم. في موقع جميل جدا عباره عن ايه، ان انت ترفع فيديو او من اليوتيوب بتدي له الفيديو اللي انت عايزه وهو ان هو يترجمه لك، بيقول لك هو بيتكلم باي لغه، فتقول له والله بيتكلم الماني، بيتكلم هندي، بيتكلم اي لغه انت عايزها، وتحدد اللغه اللي هو بيتكلمها. مثلا مثال، ده فيديو موجود وده النص بتاع الفيديو، ممكن تقول شغل. تمام، هيبدا ان هو يجيبه بالشكل دوت. طيب انا عايز ان هو يترجم بقى اللغه اللي انا عايزها، فبدوس هنا على ترانزليت واقول له ترجمها لي اسباني، روسي، اي لغه انت عايزها. لو في لغه مش موجوده بتطلب له، بتطلب اللغه دي. طيب العربي موجود اهوت. طيب عايز اني يتكلم بصوت رجالي او بصوت نسائي، تمام، قلت له ميل اهوت واقول له شغل. هذه المره اهلا ومرحبا بك في تايبي ستوديو. اذا كنت تشاهد هذا الفيديو فربما يعني ذلك انك نقطت على خيار مثال على الفيديو، وانت الان تحاول معرفة كيفية عمل كلها. حسنا، ساقدم لك معروفا. ساقوم بتقسيم هذا الى 5 اجزاء مختلفة بحيث يتعلم كل جزء ميزة مختلفة من تايبي، وبهذه الطريقة ايضا اذا كنت هنا فقط لمحاولة اكتشاف. وممكن تغير السرعة بتاعته، تخليه اسرع شوية لو انت عايز. شيء او شيئين يمكنك تخطيهما الى تلك الاجزاء المختلفة. هو عمل لك الفيديو في نفس اللحظة الترجمة فورية، فده هيسهل كتير جدا لو عندك اي مثلا ملف بالالماني، اسباني، تركي، انجليزي، اي حاجة تقدر ان انت تسمعها مترجمة بالصوت والكتابة للغة العربية.